هذا السؤال يقول What is the output of the following segment of C++ code؟ عندنا مجموعة من الأسطر البرمجية، يريد من عندنا الأوتبوت إلى هذه الأسطر. طبعا هو فد مثال بسيط، مجرد تدريب على كيفية عمل الدو وايل لوب. فهنا أنا من يريد من عندي الأوتبوت، لازم أسوي تريس إلى سطر سطر بالبرنامج وأشوف المتغير إيش دا يصير بيه وشنو دا ينطبع عندي. فهنا أنا عندي متغير واحد اللي هو I، هنا عندي الآي، راح أسوي تراك إلى القيمة مالته، والاوتبوت هنا راح يكون عندي هاي شاشة الاوتبوت. فهنا الآي انتجر وقيمته 12، عندي دو وايل وشرط التوقف انه من الآي يصير صفر او اصغر من صفر، فما دام الآي اكبر من الصفر اللي هو هسه اكبر من الصفر راح ينفذ هذا السيجمنت اوف كود. فهنا أنا اول شيء بالدو وايل تتكون من عبارتين، العبارة الأولى اللي هي سي اوت اي واند لاين، فأول شيء هنا راح يطبع لي قيمة الاي اللي هي 12 وراح ينزل سطر وراح ينقص الاي، الاي عندي 12 بدأ راح ينقصه يصير 11، وهنا ما دام هو أكبر من الصفر أيضا راح يكرر العملية وراح يطبع 12 وينزل سطر وينقص الاي راح يصير 10 وهكذا، ويطبع 10 إلى أن نوصل إلى الواحد. فهنا أنا يطبع الواحد وينقص الآي، هنا راح يصير صفر بالأخير. فمن هنا صار صفر، هل هو الصفر أكبر من الصفر؟ راح يصير عندي فولس، فراح يخرج من يخرج من هذه اللوب، ويكون الأوتبوت مالتي هو من 12 إلى الواحد تنازلي، والنقصان المقدار واحد. فهذا البرنامج الأوتبوت مالته هو هذا. هنا أنا الفكرة انه هذه الدو وايل هي مثل عمل الوايل تقريبا بهذه الصيغة، بس اذا مثلا هنا أنا انطيت الاي، خلينا نفرض انطيت سالب 12 بالوايل اللي هي العادية او الفور ستيتمنت، اذا كان الشرط التوقف فولس من البداية، يعني هنا أنا من البداية شرط التوقف فولس، ليش؟ لانه سالب 12 هو مو اكبر من صفر، سالب 12 هو اصغر من صفر، فبالوايل والفور المفروض ما تتنفذ اذا كان الشرط فولس. بينما بالدوايل الاختلاف شنو؟ الاختلاف انه حتى اذا كان الشرط فولس راح تنفذ هذه العبارات مرة واحدة، اذا كان الشرط فولس تنفذ مرة واحدة. وبعدين يعني ليش؟ لانه الشرط بالوايل عندي الشرط اول شيء اختبره، يعني بالوايل الشرط بالبداية، فرأسا إذا كانت الآي تساوي سالب 12 هنا أنا بالوايل فما راح يدخل بالوايل، ليش؟ لأنه أصلا الشرط فولس، لأنه الوايل تختبر الشرط أول شيء يلا تدخل إلى الستيتمنت مال اللوب، بينما الدو وايل لا، الشرط الاختبار صار بالأخير. فإذا كان الشرط فولس فهي راح تنفذ هاي، راح تطبع سالب 12 وراح تنزل سطر وراح تنقص الآي راح يصير سالب 13، بعدين تختبر تقول السالب 13 هل هي أكبر من الصفر؟ الجواب لا فولس، فإذا راح ينتهي البرنامج أو ما راح يرجع لللوب. فإذا هو بالنتيجة طبع لي السالب 12، بينما بالوايل من الأول أنه هذا الشرط فولس فكل شيء ما راح يطبع لي، وكذلك بالفور. فاختلاف الدو وايل عن الوايل والفور أنه اختبار الشرط يكون بالأخير، فالدو وايل دائما يقولون هي على الأقل تنفذ لمرة واحدة إذا كان الشرط فولس، وإذا كان الشرط ترو راح تنفذ بقد تكرارات إلى أن يصير الشرط فولس يلا تطلع الدو وايل. فهذا البرنامج هو هذا التطبيق مالته، انتجر I تساوي 12، وهنا الدو راح يطبع لي الآي اللي هي 12 وينقص يصير 11 إلى أن يوصل إلى الواحد. فهذا البرنامج إذا ننفذه راح نشوف إنه يطبع لي الأرقام من 12 إلى الواحد. إذا سوينا هذه سالب 12 راح نلاحظ إنه يطبع السالب 12 مرة واحدة، هنا راح يطبع السالب 12. بينما ليش طبع السالب 12 والشرط فولس؟ لأنه هي الدو وايل تنفذ أول مرة حتى لو كان الشرط فولس، وإذا كان الشرط ترو راح تنفذ بقد التكرارات إلى أن يصير الشرط فولس وتخرج.